أنا ما أعرف أستاذ هل هذا حلي، صحيح أم لا، اسمح لي يعني مثل هذا إنه اسمح لي يحتاج إلى سأنتقل تحقيق، إلى يحتاج إلى دخول نعم المعتقلات. أستاذ حلي، سأنتقل إلى مقابلة مع السيد منير حشوة، وهو المنسق الإعلامي للقوات الأمريكية. سنسمع منه كيف يتم اعتقال المسلحين في العراق بواسطة طبعا القوات الأمريكية، وكيف أن القوانين الدولية هي التي تطبق عليهم. يقول أنه يطبق تفويض الأمم المتحدة وليس القانون العراقي. احتجاز الموجودين عندنا في قوات التحالف يتم بناء على قرار عملياتي جادجمنت بالانجليزي، وهو قرار يفيد بانهم يشكلون خطر امني في الوضع الحالي، لذلك يتم احتجازهم ونقلهم الى مركز الاحتجاز. طيب. طبعا ليس على اساس انتماء حزبي، وعلى على اساس اذا كان الشخص يقوم بعمليات ارهابيه او يشارك في عمليات ارهابيه او مختلط مع جماعات ارهابيه مما يجعله خطرا امنيا. اذا كان هناك شيء كبير ثبت على هذا المحتجز، اذا كان تهمه كبيره او عمليه ارهابيه او شيء لقد ثبت عليه، يتم تحويله الى المحكمه الجنائية العراقية CCCI. هذه المحكمة هي التي عند ذلك تقوم بإجراءاتها القضائية، ويكون هناك محامي، وبشكل طبيعي يتم محاكمته على التهمة التي وجهت إليه. احتجاز هؤلاء المتهمين، أو ليس متهمين، هم حقيقة وليسوا متهمين، وهم يشكلون خطر أمني. احتجازهم يتم بناء على مادة من قانون الأمم المتحدة، على فقرة، وليس بناء على القانون العراقي، هي بناء على فقرة من الأمم المتحدة، بشكل لأنهم يشكلون خطر أمني. وتحويلهم إلى القضاء العراقي يتم على أساس ثبوت أي تهمة عليهم، عندها يتم تحويلهم إلى القضاء لمحاكمتهم. ولكن بشكل عادي يتم احتجازهم على أساس أنهم خطر أمني، يتم تدريبهم مهنيا، يتم يوجد هناك برامج كثيرة في المحتجز لتأهيلهم لكي عندما يخرجون من الاحتجاز لا ينخرطون بأي أعمال إرهابية ثانية. الإنسان المحتجز هو محتجز ضمن تحت قرار الأمم المتحدة، فقرة في قانون الأمم المتحدة وليس وفقا للقانون العراقي، وهو احتجازه ممكن أن يكون أطول، ولكن هناك مراجعات كل ستة أشهر لكي يتم تقرير ما إذا كان يمكن إخلاء سبيله. كما تعرفين نسبة إخلاء السبيل هي حوالي 50 إلى 51 يومياً. من حتى الآن تم إخلاء سبيل أكثر من 5000 شخص، والنسبة هي حوالي أكثر من 50 يوميا. حاليا بعتقد حسب آخر مؤتمر صحفي ذكر الجنرال ستون أنه حوالي 21000، بينهم 15 من النساء و 21000 بشكل يعني مجمل. أنا لا أعتقد أنه أي إنسان يتم احتجازه يتعرض إلى أي شيء أكثر من المعاملة الحسنة والتدريب المهني، برامج التدريب المهني، ويتم التحقيق معه للتقرير، يتم اتخاذ القرار بما أنه خطر أمني ولا زال خطرا امنيا ام يمكن اخلاء سبيله. يعني لا احد يتعرض لاي شيء غير مرغوب فيه في السجون. الاحتجاز فقط يعني عقوبه كافيه، ولكن تعاون شيوخ العشائر، تعاون الشعب العراقي بشكل عام مع قوات الامن العراقيه ملحوظ، مع قوات التحالف ايضا، لان الشعب تعب من الجماعات الاجراميه التي تعرضه للخطر وتسبب المصاعب الكثيرة للجميع، ويريد حكومة قوية، حكومة مركزية تقوم بحفظ الأمن وتكون هي المسؤولة عن الأمن في كل أحياء العراق. فهذا التعاون ليس فقط مع قوات التحالف، هو مع قوات الأمن العراقية من قبل العشائر وجميع المواطنين.
مشاهدينا، بعد الإعلان سنعلق على ما قاله السيد منير حشوة وهو المنسق الإعلامي للقوات الأمريكية، وتذكير أخير بسؤالنا لهذا المساء: هل تؤيدون تطبيق العفو التام عن المعتقلين ومن دون شروط؟ ادخلوا إلى السومارية.تي في وأجيبوا بنعم أو لا. القوات العراقية ليش؟ لأنها أدرى بطبيعة وتفهمها للوضع القائم.